هذه المحاضرات سيكون موضوعنا عن تصنيف التربة اللي هو Soil Classification of Soil. طبعا لما درسناه سابقا فنبدأ مرحلة جديدة في دراسة هذا الموضوع أو في موضوع Soil Mechanics اللي هي ميكانيكا التربة، فلنعمل تصنيف للتربة أي تسمية لهذه التربة، أي إنك أنت تبقى عارف تحط اسم محدد لطبقة التربة الموجودة في الطبيعة. إيه الحاجات الأساسية اللي بتلعب دور معايا؟ The presence of soil layer in the field، وجودها في الطبيعة إيه؟ Natural shape and size of soil grains and soil particles، يعني انت الشيب بتاعها اللي في الطبيعة والسايز بتاع السويل جرينز والسويل بارتيكلز ممكن يدينا انديكيشن للسويل كلاسيفيكيشن. الفيزيكال بروبرتيز اوف سويل از اليونت ويت، الووتر كونتنت، سبيسيفيك جرافيتي، الاتربيج ليميت اللي هي السويل كونسيستنسي، وكل المواصفات الفيزيكال اللي عملت لها تجارب او شفتها او لمستها بايديك او شفتها بعينيك او شمتها ممكن تحطها تبع الفيزيكال بروبرتيز. الجرين سايز ديستريبيوشن، الحجم بتاع الحبيبات، طبعا ما قلنا قبل كده بولترز وكابل وجرافيل وساند وسيلت وكلاي ومعها الاورجانيك. نسبه تواجد هذه الجرينز في السويل لايرز ممكن تديني السويل كلاسيفيكيشن، ممكن نحطها في السويل كلاسيفيكيشن. الحاجات دي مهمه جدا بالنسبه لينا للتسميه، لانك انت لما تحط السويل كلاسيفيكيشن بتاع التربه او تذكر السويل كلاسيفيكيشن بتاع التربه، اللي يستفيد منها المهندس يقدر يتخيل الفيزيكال بروبرتيز بتاعتها او يحط رينج للفيزيكال بروبرتيز او يتخيل الميكانيكال بروبرتيز بتاعتها. صحيح هذا لا يغني من النتائج والتجارب والكلام اللي زي ده، بس بيبقى عنده فكره عن هذا الموضوع. طبعا بالنسبه للبوينت ذا بريزنس اوف سويل لاير ان ذا فيلد، في كذا نوع تواجد في الطبيعه في الموقع. اللايرز نفسها بتتواجد، ممكن تكون تربه متجانسه، ممكن تبقى غير متجانسه، ممكن تبقى متداخله، ممكن تبقى مفككة مشققة أو غير مشققة، ممكن تبقى في فايبرز في ألياف، ممكن تبقى فيها إيه، لها توصيف كتير في تواجدها في الطبيعة. طب على بالناتشورال شيب، الشيب أو الشكل ممكن تبقى أنجلر، يعني لها حواف حادة أو لها زوايا محددة، سب أنجلر يعني أو شبه حاد الزوايا، والتصنيف بتاعها مثلا زي كسر الصخر والحجر الطبيعي او المصنع اللي ممكن احنا بنصنعه في بالكسرات والكلام اللي زي ده. في سب راوندد شبه منحنى، وفي الراوندد شبه او شبه كروي، وفي الفير راوندد اللي هو يعتبر زلط كروي او جيد الانحناء. طبعا الشيب ده بتاع السويل جرينز ما تكونش بسهوله كده او من نفسه كده لوحده، لكن اعتمد على حاجات معينه. يعني مثلا زي الريزيديوال سويل لايرز ممكن تبقى انجولار او سب انجولار، لان ده ناتج كل اللايرز بتاع في الموجوده في طبقات التربه دي متكونه من تكسير الصخر او تفتت الصخر نتيجه للمؤثرات الفيزيائيه زي ما قلنا في المحاضرات اللي قبل كده. ممكن الريزيديوال سويل دي تبقى انجولار او سب انجولار، اما ترانسبورتد سويل ممكن تبقى انجولار تو فيري راوندد. طب الفيري راوندد او راوندد او سب راوندد او الى اخره او انجولار في ترانسبورتد سويل تكونت من ايه؟ طبعا زي ما قلنا ترانسبورتد سويل بتنتقل بالويند بالووتر باي طريقه، تعتمد على السرعه والزمن وطريقة النقل. يعني هل المية ماشية بسرعة أو الهواء ماشي بسرعة عشان اصطدام الحبيبات مع بعض أو تكسرها مع بعض، فممكن تديني أشكال متنوعة. التايب كمان بتاع الأوريجن روك
او الصخر الاساسي اللي اتكونت منه التربه دي، هل هو ويك؟ هل هو سترونج؟ هل ممكن مؤثرات اللي تاثر عليه زي الترانسبورتد ميثود او الووتر او الويند او التاتش بتوين بارتيكلز ممكن يعمل لي اشكال معينه؟ ممكن يلعب دور معايا في الموضوع ده. تعالى بالنسبه لجرين سايز ديستربيوشن، طبعا احنا درسنا في المحاضرات السابقه لجرين سايز ديستربيوشن واستخدام المناخل واستخدام الاقطار المتنوعه والتنويع، وقلنا نفرق ما بين دي ازاي ودي ازاي، ودي القطر بتاعها من كذا لكذا، ودي القطر بتاعها من كذا لكذا كما في المحاضرات السابقه. انا حصلت على الجرين سايز ديستربيوشن كيرف كما هو موجود بالشكل ده. الشكل ده يدينا تدرج الحبيبي للحبيبات التربه. انا استنتج من الكلام اللي زي ده، قلنا نستنتج الافكتيف دايمتر اللي هو القطر اللي بيمر منه 10% من التربه اللي موجوده معانا او اللي هنعمل عليها الاختبارات، ونجيب النتيجه اليونيفورملي كوفيشنت والجراديشن كوفيشنت. كما قلنا ان الاولاني يونيفورم كوفيشنت بيساوي دي 60 على دي 10، او القطر اللي عنده 60% على دي 10 اللي هو الافكتيف ديامتر. جراديشن كوفيشنت اللي هو دي القطر اللي مر عنده 30% مربع على دي 10 في دي 60. المهم وصلنا على النتائج دي. ايه فائده النتائج بتاعتي دي؟ لو اليونيفورم كوفيشنت اقل من او يساوي 5 ممكن نقول عليها بور جريدد، يعني فقيره التدرج، يعني فيها نقص من حاجات معينه. من 5 ل 15 بنقول عليه نان يونيفورم جريدد، يعني متوسط، او بمعنى اصح فيه يعني مش ويل جريدد. اما اكبر من 15 فيبقى ويل جريدد، يعني جيد التدرج، يعني فيه كل انواع او كل الاقطار اللي موجوده عندي، وده تداخل ما بينهم يبقى كويس جدا. فده من ضمن السويل كلاسيفيكيشن، يا اما بول جريدد يا نون يونيفورم جريدد يا ويل جريدد. على هنا النقطه الثانيه، بالنسبه لي ذا سويل ستيت ان ذا فيلد ممكن تتواجد ازاي في الطبيعه؟ ممكن تبقى لوس، ممكن دنس، ممكن سوفت، ممكن ستيف، ممكن هارد. لوس ودنس ده حسب بقى ايه الكورس سويل او الجرافل والساند ووضوحهم في الطبيعه. ممكن السويل كلر، يعني انا مثلا عشان توعي لكي اصنف التربه لازم اقول وضعها في الطبيعه، هل هي لوس ولا دنس ولا سوفت ولا ستيف ولا هارد ولا فيري هارد ولا ايا كان النوع بتاعها. ذا سويل كلر، اللون طبعا ده بنشوفه بالعين، يا اما براون جراي بلاك، ان كان اي شكل من الالوان الطبيعيه اللي موجوده في الطبيعه. طبعا التربه بتتواجد في الطبيعه بجميع الالوان اللي تخطر في بال اي احد، تبدا من الابيض وتنتهي بالاسود. ذا بريزنس اوف ذا سويل ان ذا فيلد زي ما قلنا قبل كده، الهوموجينيوس والفيشرد وانتات وهكذا. الجراديشن اوف سويل، هل هي بولي ويل ايا كانت او نان يونيفورم. ذا مين تايب اوف سويل، ممكن يقبل مين تايب او النوع الاساسي اللي موجود في التربه، جرافل او ساند او سيلت او كلي، ممكن يبقى كابلز، ممكن يبقى بولدرز، النوع الاساسي. وبعدين النوع الثاني اللي هو ايه اللي بعده في النسبه، يعني مثلا النوع الاساسي ده لو 50%، النوع الثاني مثلا 30%، وده نسبته كذا وده نسبته كذا، وده اللي جبناه من الجراديشن او الجرين سايز ديستريبيوشن كيرف. السويل بروبرتيز، البلاستيك ليميت والليكويد والشرينكج والدينستي والووتر كونتنت وهكذا. بناء على كده ممكن لازم اذكر دول، يعني مثلا بنقول ايه؟ يعني كم امثله، يعني ستيف، براون، فيشر، ساندي، كلي اوف هاي بلاستيستي، طين، ضمي، عالي اللدونة، متشقق، بني، قاسي. يعني الترجمة بتاعتها كده دايما، حتى الترجمة بالعربي بتيجي زي هي زي الانجليزي بالظبط. النوع الثاني مثلا ليه دنس، جراي،
هيتروجينيوس والجريدد سيلتيسات، رمل ضمي جيد التدرج يقصد الرمل، غير متجانس رمادي كثيف، رمادي لونه رمادي وكثيف، ده حسب التواجد زي ما قلنا، التوصيف اللي انت تقدر توصفه. انا فهمت كده، كل واحد يقول لك ايه خلاص، يبقى المين تايب اوف سويل في التوصيف الاولاني نمره واحد هو الطين. النوع الثاني اللي بعد منه الضم، عرفت ان التربه دي تعتبر نعمه. تيجي بقى النوع الثاني او العينه الثانيه رمل، يبقى عرفنا النوع الاساسي رمل. النوع الثاني اللي هو طم، وضع الرمل ايه؟ يعني دايما نميل للمين تايب اوف سويل حتى في التوصيف بتاعنا في البروبرتيز بتاعتها. يعني يقول لك، يعني نقول كده ان A و B و C as field inspection while D E F G as laboratory test. يعني دلوقتي عندي field inspection، عرفت الستيت، عرفت اللون، عرفت وجودها في الطبيعة، يبدأ بالفيلد. تيجي بقى التجارب المعملية اللي بتوضح للجراديشن، توضح للمين تايب السويل، سكند تايب السويل بروبرتيز اللي طبخت التربة. زمان مسوت في عدة طرق عالمية تستخدم في تصنيف التربة. يعني مثلا النوع الاولاني التكستشرال كلاسيفيكيشن سيستم، واحيانا بيسموه الترانجولار سيستم اللي هو النظام المثلثي، وده بتستخدمه هيئه نهر المسيسيبي في الولايات المتحده الامريكيه، مسيسيبي ريفر اجنسي. بريس السويل كلاسيفيكيشن سيستم، نظام التصنيف الانجليزي. اليونيفايد سويل كلاسيفيكيشن سيستم، نظام التصنيف الموحد عالمي. وده اشهرهم، نمره ثلاثه ده اشهر واحد فيهم اللي دايما بنستخدمه في الشغل بتاعنا. وفي الاشتو، هيئه الطرق الامريكيه او منظمه الطرق الامريكيه، وفي انظمه كتير بس اشهرهم عندنا اللي بنستخدمه البريتس ستاندرد او اليونيفايد. واذا كنا بنستخدمه في الطرق ممكن نقول الاشتو سيستم هو الاساس عندي. طبعا كل مكان حاطط له مواصفات، كل هيئة ممكن تكون حاطة لها نظام تصنيف، كل شركة ممكن تبقى حاطة لها نظام تصنيف، كل ستيت، كل مدينة، كل دولة ممكن تبقى حاطة. يعني مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية تلاقي الام اي تي سيستم، النظام الكروبس اللي هو السلاح الجو الأمريكي، تلاقي مثلا هيئة المسيسيبي، تلاقي يعني عدة أنظمة موجودة في دولة واحدة زي الولايات المتحدة الأمريكية. تعالى بالنسبة لدي اللي هو أول واحد اللي هو التكسر كلاسيفيكيشن سيستم. ان ذيس سيستم طبعا زي ما انت شايف نظام مثلثي مقسم الى ثلاث اجزاء، السلت، الكلي، الساند، حسب النسب المئويه بتاعته. وفي انديكيشن، يعني انت ممكن تجيب نسبه السلت قد كده، الساند قد كده، الكلي قد كده كقيمه از اكزامبل اهو، ومنها تقدر توصل للمكان او البلوك المعين داخل هذا المثلث، وبناء على هذا البلوك فيه تسميات محدده. يعني اقول لك مثلا زي البلوك اللي موجود قدامنا ده ساندي سيلت مثلا، او سيلتي ساند، او ايا كان الاسم بتاعه. طبعا ده بيتنوع حسب المنطقه وحسب الكانتري وحسب المنطقه او السبيسيفيكيشن اللي بتستخدم هذا النظام. النظام الثاني اللي هو نظام بريسس سويل كلاسيفيكيشن سيستم، اجيب العينه، عينه التربه، ومررها او اعمل لها سيف على منخل 200. عند منخل 200 ده لو المتبقي فوق منخل 200 65%، واللي مارر اقل من او يساوي 35%، تبقى سويل دي مصنفه كور سويل. كور سويل يعني يا اما جرافل يا اما ساند. لو جينا في منخل 200 ده او بعد منخل 200 ولقينا ان المتبقي اقل من او يساوي 35، واللي مارر من منخل 200
اكتر من او 65 تبقى السويل دي فاين سويل، يبقى تسمى بالتسميه دي اسلت كلاي اورجانيك. الاولانيه اللي هو المتبقي اكتر من 65% يسمى جرافيل او ساند. او اذا كانت ما بين النسبتين دول، يعني افرض المتبقي مثلا في حدود 50%، يبقى المرة دي من منخل 200 40%، لا 40%، يبقى ميكس بقى بين خليط ما بين الجرافل والساند والسلت والكلاي والاورجانيك. اكزامبل يعني مثلا ايه، ممكن نقول، بس ممكن نقول ساند ويز تريس جرافل، ساند ويز تريس جرافل، ده في الحالة الأولانية اللي هي إذا كان المتبقي فوق منخل 265%، يعني جرافل هو الأساس وفيه آثار من الرمل، إذا أو هو التربة الأساسية ساند على المقصد ساند، ولكن في اثار من الجرافل، عشان كده بنقول الجرافل عندما يكون اقل من 5% بنقول عليه تريس او اثار. لكن لو كان صم جرافل، لو كان صم جرافل يبقى من 5% ل 20%، لو كان الجرافل ساند يبقى من 20 الى 50%. لو قلنا ساند جرافل يبقى الجرافل 50% والستاند 50%، يبقى ده اكزامبل للتصنيف لحاله من الحالات اللي بتنطبق على بقيه التصنيف حسب النظام الانجليزي. يبقى الساند لو فيها معاها جرافل 5% و95% من الباقي، ده اللي هو يعتبر الاولاني، المين تايب اوف سويل هو ساند، والسكند تايب اوف سويل اللي هو جرافل، يا اما الجرافل ده يبقى في حاله تريس اذا كان من 5%، او صام جرافل يعني بعض من الزلط اذا كان من 5 ل 20%، او من 5 من 20 ل 25 تبقى تقول رمل زلطي على طول كده، او جرافلي ساند. الساند جرافل على طول اذا كان ده 50% ولا 50% ان كيس اوف ايكوال كونتنتس، وبقية بينطبق على الكل بالنسبة للسلت والكلاي مع بعض، أو السلت والجرافل مع بعض، أو الساند والكلاي مع بعض، أو إلى آخره. يبقى دلوقتي فيه تريس، فيه صم، فيه سان، فيه جرافيلي، فيه ال واي اللي هو السكندري سوي. طيب تعالى بالنسبة للتصنيف الواحد، وده أشهره، سويل اليونيفايد سويل كلاسيفيكيشن سيستم ويرمز له باليو اس سي اس. طبعا دلوقتي جه هم دول لغوا بقى النظام بتاع البريطاني وقال لك ايه 50 و50، لو المتبقي على منخل 200 اكتر من 50% والمار اقل من 50% تبقى السويل دي كلاسيفايد از كورس سويل، ولو المتبقي اقل من 50% والمار اكتر من 50% تبقى التربه دي ايه؟ فاين سويل على طول. يبقى هنا اهو بناء على اليونيفايد سويل كلاسيفيكيشن سيستم ممكن تبقى عندي التسميات بالشكل ده، جرافل والجريدد، ساند والجريدد، جرافل بول جريدد، ساند بول جريدد، حسب الحاله بتاعتها، بالاضافه للسكندري اللي معاه. يعني ممكن تبقى مثلا جي ام او اس ام او جي سي او اس سي. نفس الكلام بالنسبه لد ام لو بلاستيستي، ام لو بلاستيستي او ام هاي بلاستيستي، يعني ايه سيلت ويز لو بلاستيستي، او سيلت ويز هاي بلاستيستي، كلاي ويز لو بلاستيستي، او سيلت او كلاي ويز هاي بلاستيستي، وهكذا. يبقى انا بستخدم الاي لاين از يونيفايد كلاسيفيكيشن سيستم مع التجرد الدرج الحبيبي بتاع
ده اللي هو يونيفايد كلاسيفيكيشن سيستم. في النظام الثالث اللي هو ايه، اللي هو بالنسبه للنظام اليونيفايد سويل كلاسيفيكيشن سيستم، يا اما زي ما صنفنا من شويه قلنا جي دبليو اللي هو الجريدد جرافيل او ويل جريدد ساند او بول جريدد جرافيل او بول جريدد ساند، ده الاسم الاساسي بالنسبه للمين تايب اوف سويل. برضو بالنسبه للفاين سويل يا اما لو بلاستيستي سيلت او هاي بلاستيستي سيلت او لو بلاستيستي كلي او هاي بلاستيستي كلي او البوز وهكذا. البيت ده بيقول عليه هايلي اورجانيك سويل، ده بالنسبه للمين تايب اوف سويل، التسميه للمين او الكلاسيفيكيشن اوف مين تايب اوف سويل حسب حالتها اللي موجوده في الطبيعه. النوع الثالث برضو اللي هو التقسيم او الكلاسيفيكيشن اللي هو برضو مشهور شويه اللي هو الاشتو كلاسيفيكيشن سيستم امريكان اسوسيشن اوف ستيت هاي واي اند ترانسبورتيشن اوفيشلز. ذا سويل ليرز كلاسيفايد اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 اي 6 اي 7. يعني اي 1 ات از هاي او سترونج سويل او ستيبل سويل لايك ويل جريدد جرافل بول جريدد جرافل او سيلتي جرافل وهكذا. كل ما تنزل في الدرجه كل ما تبدا ايه الديفورميشن بتاع التربه والمشاكل بتاع التربه تزيد حتى نصل مثلا لاي 7 اللي كونتينز مثلا كلي لو بلاستيستي اورجانيك لو بلاستيستي كلي هاي بلاستيستي اورجانيك هاي بلاستيستي. لو جيت للاوائل تلاقيهم معظمهم يتجه للكورس سويل. وبهذا ممكن نقول ان احنا ادينا معلومه خفيفه عن السويل كلاسيفيكيشن.